امبارح كان فرح قنديل اللي شغال معانا هنا، كانت ليله حلوه قوي. واحلى حاجه بقى ان انا كنت حاسه ان انا اللي عرس ده، طبعا من كتر الشيء اللي عينيهم ما نزلتش من عليا من ساعه ما رحنا لحد ما مشينا. حتى امين عينه ما نزلتش من عليا. وادي ميه طيب وحنين وابن حليم، بس كان على عيني مش بايدي. القلب وما يا شباب، صباح الخير. صحيت؟ هو انت حبيت ورد بعد ما ضحى مشيت، ولا حبيت الاثنين سوا زي ليلى مراد؟ قومي اعملي البسي، انا بعت جبت الكوافير. يا حبيبتي ما ينفعش اللي بتعمليه ده، ما ينفعش اي حد يحس انك انت عملتي عمليه، خصوصا كمان ان مراد جاي ياخدنا دلوقتي. ادخل. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. انا عملت اللي اتفقنا عليه اثبات هانم، لكن مش موافق ان امال هانم تخرج النهارده، ما ينفعش. قومي البسي يا حبيبتي. اثبات هانم. دكتور تعال نكمل كلامنا بره. يعني ورحمه ابويا ما كانش لنا حاجه، بقول لك ان احنا كنا زي الاخوات وقتها. وخبيت عليا ليه يا امين؟ ليه لما سالتك على ضحى حسستني ان انت ما تعرفهاش؟ عشان احنا مش قد الناس دي يا علي. لما طردوا ضحى كنت متاكد ان انا ما سرقتش حاجه، ومع ذلك سكت وما عرفتش اعمل حاجه. ليه ما قلتليش؟ خفت عليك يا علي. اخو ضحى ريسبشن؟ معرفش، هي كانت كاتبه عنه انه معجب بيها وكان بيعملها كويس. لا معرفش حاجه عن الموضوع ده، ومعرفش ماهر مين، بس هو الاوتيل كله ما فيهوش غير ماهر بتاع الريسبشن. الحمد لله على السلامه يا فندم. صباح الخير مراد بيه. صباح الخير يا ماهر. صباح الخير. ابعت البيل كابتن سويت امل هاني واحسان بيه، هياخد شنطه يوديها لسويت اسمه تاني. حاضر. بالنسبه لتحويزات الاسبوع الجاي نخلي بيهم كشف على المكتب. حاضر. شفتش نازله هانم؟ نازله هانم سمعتها بتكلم فخر هانم، بتقول انها تطمن على ست سكينه وتحصلها على التراس. شكرا يا ماهر. عفوا. اقعدي بقى اسمعي وانبسطي وروقي. ربنا ما يحرمني منك يا نازله. ولا منك انت كمان. المهم بقى لازم تخلي بالك من صحتك. مفيش، انا جامده جدا. انا مش هسالك ايه اللي عصبك للدرجه دي، عشان مش مهم ايا كان هو ايه، المهم ان انت تخلي بالك من نفسك وتبقي كويسه. كتر خيرك. انت فاكرها مامتك انت بس؟ هي مامتي انا كمان. طب تحنيني قلبها عليا بقى. مفيش احن من قلبها. صباح الخير يا فؤاد. فؤاد طيب انا هطلع اسيبك تستريحي شويه. لا انا مرتاحه، انا عايزه اغير هدومي بقى واطلع الشغل. لا لا لا، شغل ايه؟ انت مش هتقومي من السرير النهارده يا دادا. وحياتك عندي بقيت كويسه، ما بكرهش في حياتي قد الرقدة، ما بحبهاش خالص. الشر عليكي من الرقدة يا عم. يلا اقعدي انت اسمعي ليلى مراد وروقي. يا ريت ما حدش يقولها على موضوع امال، ما ينفعش تسمع اي حاجة توترها. حاضر. على فكرة حضرتك باين عليكي طيبة قوي. مش قوي. مش معنى اني ما فضحتش سرك اني مقتنعه بكذبتك دي،
هو بس الظروف هنا وفوق ما تسمحش ان انا اتكلم في موضوع زي ده دلوقتي. عن اذن حضرتك. مش اتفقنا ان اول حاجه تعمليها في اليوم انك تصبحي عليا؟ مش انت كنت في المستشفى بتجيب ماما وامال؟ اه صح، معاكي حق. سامحي المره دي كمان. الست سكينة عامله ايه؟ الحمد لله احسن بكتير. خش اطمن عليها بنفسك. لا خلاص انا اطمنت منك. يلا. انت مرتاح النهارده بس؟ طيب قولي ان انت كنت بتكذب عليا. قولي ان اللي في بطن ورد ده مش ابنك. انا متاكده يا امين ابني اللي انا مربياه مش هيعمل العمله دي ابدا. رد عليا قولي ان انا صح. هو انت يا امي مش هتنحب وتحب زي الناس؟ انا بالعكس انا عايزه اشوفك اسعد واحد في الدنيا. بس مش دي يا امين، دي ما تنفعكش ما تستهلكش. انت تستاهل ست الستات مش دي. انا برضو انا وافقت على اقتراح انك انت تيجي تقعدي هنا عشان تفهمي اكتر، تتملكي نفسك اكتر، وتنفذي اللي احنا اتفقنا عليه بالحرف. مفيش مجال لاي خطأ ولا زلة لسان. احنا ما اتفقناش على حاجة يا ماما. حضرتك اللي قررتي ونفذتي وخططتي كل حاجة. وانا مش موافقة اني اشاركك في اللي بتعملي ده. عشان انا مش هكذب كذبة زي دي. انا اللي قررت. وانا اللي خططت للكذبة دي. موافقة. بس عملت ده كله لمين؟ مش عشانك. عشاني؟ بعد ما مات آخر أمل ليا. ممكن استنى بكرة علشان. أولاً ده مش آخر أمل. ثانياً وده الأهم. في حاجات حلوة كتير تستاهل إنك أنتِ تستني بكرة عشانها. مش قادرة تنبسطي إن معاكي راجل ابن ناس مال وهدومه. مش عايزه اقول لك كان شكله عامل ازاي وهو قاعد قدام باب المستشفى عمال يعيط. الكذبه اللي حضرتك عايزانا نكذبها دي مهما حاولنا نحبكها هتنكشف. ساعتها هنبقى بنقدم لعنايات بركات فرصه على طبق من ذهب عشان تخلي احسان يكره. عشان كده انت لازم تفضلي حامل ولازم تجيبي له ولي العهد علشان يكون اول حفيد يحمل اسم عيلة بركة باشا. اتفضلي يا ماما. اهلا. انا برضو قلت انتوا قاعدين في الفرندا علشان كده مش سامعيننا واحنا بنخبط. اهلا اهلا يا عنايات، اتفضلي. اهلا. صباح الخير يا حبيبتي. ماما لغت سفرها مخصوص النهارده علشان تطمن عليك. عشان اطمن على حفيدي. الحمد لله الحمد لله يا عنايات جت سليمه. بس المهم انك انت بعد كده يا احسان تاخد بالك من مراتك. والله العظيم يا طنط ما كان قصدي. انت بتحلف ليه؟ وانت كنت قاصد يعني توقعها؟ قاصد ولا مش قاصد يا طنط؟ النتيجة في الآخر إن هو سبب إني وقعت. يا سلام، هو السبب؟ حتى لو هو مش مهتم بيك يا حبيبتي، أكيد مهتم بالبيبي، ها؟ يعني مش ممكن أبداً يكون هو السبب. إحنا مش عملنا الواجب، يلا عشان نلحق القطر، يلا. لا مش فاهمة، مش فاهمة يا عنايات، أنتِ ليه مستعجلة؟ أنا مش مستعجلة، أنا مأجلة سفري. أنا كان المفروض أكون مسافرة امبارح، بس قعدت عشان أطمن على البيبي، على حبيبي. ها؟ يلا. طيب، أنا هوصل ماما المحطة وأرجع لكم. مش عايزين حاجة؟ ميرسي يا حبيبي. سافر مع طنط يا حسين. أنت مش خلاص اطمنت علينا؟ روح بقى عشان تطمن على الأمر. لا، ما أنا كلمته واطمنت عليه وصحته زي الفل. ياه. يعني مش عايز ترجع معايا الفيوم؟ حتى بعد الهنا لما اديتك الاسم؟ عموماً أنا همشي لوحدي. طيب، مش هسيبك. ساعات بحس إنك ما سبتيش حاجة لأختك تورثها مني. ورثتي مني كل حاجة.
حلوه قوي يا مراد قوي. ميرسي. عشان افضل جنب قلبك طول الوقت زي ما انت جوه قلبي طول الوقت. مش عارفه اقول ايه، ما اعرفش اقول حاجات حلوه كده زيك. ما تقوليش اي حاجه، حبيني بس عشان انا بموت فيكي. عجبتك؟ قوي. ميرسي. انا عايزه افهم هي عامله لك ايه بالظبط عشان تذللها بالطريقه دي؟ اكيد سحرانك يا ماما. مراتي وبحبها، منتهى سعادتي وهي قدامي. تكرهي ان ابنك اللي ما عندكيش غيره يبقى سعيد؟ المهم هتوصلني المحطه ولا هتسيبني اروح لوحدي؟ احمد، احمد، احمد. اهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك، انت احمد قريبي مش كده؟ اه. امال اكون مين يعني؟ اه امال لابس كده ليه وايه اللي انت شايله ده؟ بص انا هقول لحضرتك بس هو بصراحه سر، يعني ما ينفعش يتقال لحد تاني خالص. سر ايه؟ اصل انا متنكر. ايوه ايوه واضح ان انت متنكر، بس ليه؟ طب حضرتك توعديني يعني مش هتقولي لحد من العيله خالص؟ هو في حد في الدنيا قال لك انه فخر هانم الزهيري فتانه؟ لا لا سمح الله، عمرها ما حصلت. اصل انا هشتغل في السينما. سينما ايه؟ يعني هشتغل، لا هشتغل ممثل يعني زي شكري سرحان وانور وجدي والحاجات دي. اه زي كلارك جيبل. وهم بقى اهلي معارضين الموضوع، فانا قلت يعني اخش كده وزي ما تيجي تيجي واحطهم قدام الامر الواقع. ايوه بس انت ليه لابس كده؟ ما انا فاهم حضرتك بقى، الدور اللي انا بعمله في الفن دور جرسون، وحضرتك عارفه طبعا ان البهوات اللي زينا من الطبقه بتاعتنا يعني ما بيبقوش عارفين الجرسونات عايشين ازاي وكده غلابه يعني، فقلت اعيش وسطهم شويه عشان افهم حياتهم وطريقتهم عشان اعمل الدور باتقان. برافو. ده حتى كمان يعني نازلي هانم كمان عارفه الموضوع ده وكتر الف خيرها، بتساعدني وما رضيتش تقول لحد خالص، وهي اللي زرعتني وسط الجرسونات دول عشان ابقى زيهم يعني. ولا ايه يا نازلي هانم؟ بذمتك يا نازلي ده مش مجنون؟ لا يا طنط انا اللي مجنونه عشان انا عارفه الكلام ده وموافقه عليه. حصلني على هناك، انت عارف فين؟ عن اذنك يا فخر هانم. اتفضل يا احمد. لا حضرتك بقى انسي احمد دي خالص، انا اسمي في الفيلم فؤاد، فانا دلوقتي عايش وسط الناس دي كلها ان انا اسمي فؤاد، فقولي لي يا فؤاد. فؤاد بلاش احمد، فؤاد. فؤاد انت بتراقبني؟ لا العفو، اكيد مش هراقب حضرتك يعني. امال ليه؟ انا كنت شايف ان انت بتراقبني، ولا يمكن مش انت واحد شبهك؟ ما انتوا ثلاثه، علي وفؤاد واحمد الزهيري. انا اسف. ما انت لازم تبقى اسف. بس انا مش فاهمه انت ليه كنت بتراقبني؟ انا ما كنتش براقب حضرتك. امال ليه كنت واقف في المكان ده انا وخطيبي واقفين فيه؟ صدفه؟ لا انا كنت براقبه هو. هو مين؟ مراد؟ انا بالصدفه لقيت مذكرات كاتباها اختي، لقيتها في الاوضه اللي هي كانت فيها قبل ما تمشي، وكان فيها كلام كتير صح، وكانت كاتبه عن حضرتك، كانت تقول انت قد ايه كنت كويسه مع الناس وقد ايه كنت طيبه معاها في الاجازات لما كنت بتيجي. انت بتراقبني ليه؟ عشان المذكرات كان مكتوب فيها ان في حاجه بينها وبين مراد بيه. افندم؟ كانت بتقول ان هي بتحبه وان هو كمان كان بيحبها. انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف انت بتقول ايه لمين؟ عن مين؟ عارف، بس انا بدور على اختي فبحر ملوش اخر، وانتي وامين الاشياء الوحيده اللي بتعلق بيها. انا اسف حضرتك. انت كذاب. هجيب
اجيب لحضرتك المذكرات تقريها بنفسك. يبقى دوحة كدابة. يا ريت تطلع كدابة. على اسمك. اليانسون انت لسه هنا؟ ليه؟ امال حضرتك عايزاني اروح فين بس؟ تروحي في اي داهية بس ما تبقيش هنا. وخلي بالك انا لغايه دلوقتي لسه مش عايزه اذيكي. مصل هو امين قال لي ما امشيش غير لما يتكلم معاكي. هو امين دخله ايه ببلوتك؟ ما هو امين شريكي في بلوتي. انت عارفه ومتاكده إنك كدابة وإن الكلام ده مش حقيقي؟ لا حقيقي. حتى لو أنا بكدب عليكي هو إيه اللي هيخليه يلبس نفسه في بلوة زي دي لو مش هو اللي عاملها؟ عشان أهبل وبيحبك وفاكر إنه كده بيحميكي. هو بيحبني وأنا كمان بحبه. وطول الفترة اللي فاتت دي كنت بتمثلي إنك بتصديه مش كده؟ أيوه. كنا بنحب بعض ومخبيين عشان خايفين منك. وإنتي ساذجة وهو شطار وضحك عليكي وإنتي سلمتي له نفسك. لا أنا ساذجة ولا هو شطان. بس إحنا بس لما حصل بينا كده وأنا أمنت له نفسي عشان عارفة إن هو بيحبني ومش هيبيعني. طب إيه رأيك بقى؟ إن أنا مش مصدقة ولا كلمة من اللي بتقوليها. ست سكينة هي دي الحقيقة ومفيش حقيقة تانية. حتى لو هي دي الحقيقة أوعى تفتكري إن أمين هيمنعني أطردك. هتمشي. بكرة الصبح تيجي تسلمي عهدتك وتقبضي اليومين اللي اشتغلتيهم في الشهر الجديد وتيجي بنفس البؤجة اللي دخلتي بها هنا أول مرة وبعد كده تغوري في داهية لا عايزة أشوف وشك تاني ولا أسمع صوتك. فاهمة؟ ومشكلتك مع أبو اللي في بطنك أيا كان هو مين تحليها بعيد عننا. وقبل ما تمشي امضي إخلاق الطرف ده. ايوه بس ده كده ظلم. وانا ظالمة. مين كان قال لي انك اخدت وقت راحتك؟ قلت اكيد هتبقى هنا. جبت لك كوبايه شاي وحتتين كيك لسه طالعين من الفرن. شكرا يا فندم. هو بصراحه انا كنت جايبه لك حته وجايبه نروح حته. اصلا انا لسه واخده وقت راحتي. كل انت كيك بالهنا والشفا. انا كفايه عليا الشاي. لا ونور عينك لا انت واكلها عشان حتى يبقى عيش وملح. قصدي عيش وسكر. طب ما انت ضحكتك حلوه هي امال ما تضحكش ليه؟ بضحك لما بيبقى في سبب. طب وايه المشكله ما انا بضحك على طول من غير سبب؟ كان عندنا بنت اول ما جينا اسمها ضحى كان مسميني ام بشعايمك مني كنت بقعد اضحك طول الوقت. وهي راحت فين؟ هي ايه في الشتي؟ موجوده لسه برضه عايمه. لا انا بتكلم عن اللي اسمها ضحى دي. اصل
امين برضو كان كلمني عنها. ولازم اكيد يكون كلمك عنها، اصل امين كان كاتم اسرارها. ليه؟ هي كان عندها اسرار كتير ولا ايه؟ يعني تقدر تقول كده كانت باصه في العليل. ازاي يعني؟ بص هو والله اعلم، بس تقريبا عينيها كانت من مربي، على اساس ان مربي كان هيبص لواحده مننا. يلا هو كلام الناس كتير ومحدش عارف الحقيقه فين، بس هو فجاه كده قام رقاها وخلاها مدير الدور مره واحده، ومن ساعتها وانت عارف بقى الكلام زاد. تصدق انك شبهها؟ شبهها ازاي يعني؟ اصل هي برضه ما كانتش بتضحك حتى على رغيف السخن، ودايما يعني شايله الهم، ولما ما بتكونش بتشتغل بتقعد في اوضتها لوحدها وتقعد تكتب في جوابات لاخوها. الا بالحق انت مش هتعلمني الكتابه والقرايه؟ انت مش كنت وعدتني؟ لا انت كنت طلبتي مني، بس انا ما وعدتكيش. طب ما توعدني. الو، شكلك نسيت الطفل مع اني لسه بعت لك وقايل لك ما تنساهاش. ضحى مين؟ مين اللي بيتكلم؟ انا اللي مش هخليك تنساها غير لو دفعت لي المبلغ اللي ناسيه منك كمان. الو الو، انت من امتى بتحول لي مكالمات من غير ما تبلغني قبلها؟ ايه القمر ده؟ اتفضلي. هي فين ضحى يا مراد؟ ضحى مين؟ ضحى البنت الهاوس كيبر اللي كانت بتشتغل هنا في الاوتيل. اه ضحى، انت ايه اللي فكرك بيها؟ سالت عنها وقالوا لي ان هي اتطردت من مده. طب ولما انت عارفه ان هي اتطردت بتساليني عليها ليه؟ عادي افتكرت ان انت ممكن تبقى عارف هي راحت فين بعد ما مشيت. وحتى لو عارف يا نزلة هتفرق في ايه يعني؟ هي كانت من بيت قالتنا دي واحدة اسمها هاني طردتها علشان سرقت، يعني في الاخر واحدة حرامية. وانا مستغربة قوي موضوع ان هي سرقت ده. انا كنت عارفة ضحى، ضحى طيبة جدا ولطيفة قوي وامينة. مستحيل ان هي كانت تسرق. وبعدين حتى الناس اللي حكوا لي برضه قالوا لي ان هم كمان مين مستغربين. مين بقى هم الناس اللي حكوا لك دول يا نازلي؟ الموظفين. طيب نازلي انت لازم تبطلي عاده انك تاخدي وتدي مع الخدم. وانا قلت لك كده قبل كده. مين فيهم اللي قالك؟ ده سكينه. اللي لتاني مره بقول لك ان انا ما بعتبرهاش خدم. اصل انا سالت طنط فخر لو في حاجه اتسرقت منها وهي قالت لي لا. وكله كان بيقول ان ماما طردتها علشان هي سرقت حاجه من طنط فخر. ده واضح ان موضوع ضحى ده شغلك قوي. ما هو غريب قوي يا مراد، انت مش شايف انه غريب؟ لا مش غريب، دي واحده حراميه اتطردت علشان سرقت فعلا. اذا كان طنط فخر نفسها قالت ان هي ما اتسرقتش، ما هي ما سرقتش فخر هاني. امال هي سرقت مين؟ سرقتنا احنا. كانت بتسرق الازايز من مخزن الخمور وتروح تبيعها لدميان بتاع المستودع. فجاه اكتشفنا ان الازاز بتقل بشكل ملحوظ. راقبناها لقيناها بتعمل كده. ها تحب نكمل الليله بقى في سيره مين تاني من الخدم يا نزله؟ ها طمنت علاقتك؟ مش موجوده في اللوكان ده ومحدش يعرف راحت فين. ما تشوف لنا حاجه تانية غير المنقوع ده يا عم دمين. منقوع ايه بس يا ابني؟ ده صنف معتبر. امال ليه الناس كانت بتقولي ان انت بيجيلك حاجات يعني وارد اوروبا؟ لا ده كان من مدة كده وجه وخلاص، ما عادش بيجيلي منه تاني. لو عايز تشرب حاجة معتبرة انزل اشرب في اللوكندات، بس اقدر على حقها. انت اللي كان بيجيلك منين؟ ما هو من اللوكندات برضه. ايه لوم الفلاحين اللي بتتلاموا عليا ده يا ابني؟ شكلك كده بتنبط على حاجة وعايز توقعني في كلام. والله يا عم دميان ولا بتلاقيم عليك ولا عايز اوقعك في الكلام، ده انا اللي واقع في عرضك وجايلك عشان تفطمني. افطمك على ايه؟ كان في واحده بتسرق من لوكانده الجراند الازايز وتيجي تبيعها لك هنا، صح؟
صح. هي اختك اللي انت جاي تدور عليها اسمها ايه؟ اسمها ضحى يا عم جميل. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي جايبك هنا من بدري كده؟ معلش انا اسف بس ما لقيتش حد تاني راح. كنتش عايز اشوف حد ولا اكلم حد. اسف على ايه؟ انا جيت المكان بتاعك. انا ما عنديش مشكله ان انت تيجي، بس هيبقى عندي مشكله لو حد تاني عرفه، ولو ان انا ما كنتش عايزاك انت كمان تعرفه. يلا هو اللي حصل. انا موجود هنا من امبارح من ساعه ما رجعت من عند دميان. سالته؟ الكلام اللي قاله مربي طلع صح. ضحى كانت بتسرق الازاز من اللوكاندا وبتروح تبعها. انا مش فاهم ازاي اختي الصغيره اللي انا ربيتها على ايديها تطلع حراميه. اتغيرت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ وهي ما كانتش كاتبه الموضوع ده في مذكرتها؟ لا، بس كانت كاتبه ان في حاجه ما بينها وما بين مراد. كانت كاتبه ان في حاجه بينها وبين مراد. انا مش هكدب عليكي ولا عايز اوقع بينك وبين خطيبك، واكيد مش عايز اطلع سمعه على اختي. انا كمان ما نمتش من امبارح ومش عارفه اتكلم مع اي حد عن اللي انت قلته لي. لا ارجوكي، الكلام ده ما ينفعش تتكلمي فيه مع اي حد خالص، لان انا لسه في حاجات ما عرفتهاش ولازم اعرفها. انا متاكد ان اختي ما اتطردتش بس بسبب سرقه الخمره. دميان قال لي ان هي بتوديله الخمره دي بقى لها 6 شهور، وامين كان بيقول لي ان مراد بيه بيعمل جرد لمخازن الخمره مرتين في الشهر. معقوله قاعد الوقت ده كله ما يعرفش ان في حاجه بتتسرق؟ وحتى لو ده كان سبب كافي جدا ان هم يطردوها، ليه قالوا ان هي سرقت العقد بتاع فخر هانم؟ عندك حق، انا ما فكرتش في الموضوع كده. انا مش عارفه افكر في اي حاجه غير الكلام اللي انت قلته لي. وانا كمان حاسه ان مراد اللي انا عارفاه طول عمري واللي بيحبني خبي وراه حد انا معرفوش. خايف اعرفه. انا اسف على دي كمان. لا ما تتاسفش، احسن اني اعرف دلوقتي عن ما اعرف بعدين. تحت امرك يا هانم، اموريني. عملتي ايه في موضوع البنت اللي كانت حامل؟ الحقيقه يا هانم هي تعبت قوي واضطرت انها ترقد يوم بحاله، عشان كده ما قدرتش اعمل معاها حاجه، بس اكيد النهارده ان شاء الله انا ناويه فعلا ان انا امشيها. ابعتيها لي، خليها تطلع لي على اوضتي على طول. حاضر حاضر يا هانم. اي اوامر ثانيه؟ لا، بعد اذن حضرتك. والله يا بنتي وحشه يا بنتي يا ورد. كل واحده تروح تشوف شغلها. اسمت هانم عايزاكي عندها في الجناح دلوقتي حالا. حاضر. حسك عينك تجيبي سيرته وابني قدامها باي كلام، فاهمه؟ حضرتك طلبتيني. تعال. قفلي الباب وراك. اقعدي اقعدي. اسمك أزهر؟ ورد. ورد.
حامل من مين يا ورد؟ ايه؟ مش فاكرة حامل من مين؟ لا فاكرة. ومالك ساكتة ليه؟ خجلانة من سعادتك. ولا خجلانة من عملتك؟ خجلانة وندمانة وعارفة إني أستحق الموت. مين بقى يستحق الموت معاكي؟ واحد ابن حرام. أيوة ما أنا عارفة إن هو ابن حرام. مين يعني؟ منين؟ عمل عمليته فين؟ مش يمكن نقدر نجيبه ونضغط عليه يتجوزك؟ هتجيبيه منين بس يا ست هانم؟ عشمني وعمل عمليته فص ملح ودم. أيوة عمل عمليته فين يعني؟ في البلد أما نزلت أجازة المرة اللي فاتت. انت منين يا ورد؟ منيا. وهو اكيد بلدياتك. غريب. هتعملي ايه في اللي في بطنك؟ مش عارفه. وانا ماليش حد يعني لو مشيت من هنا مش هلاقي حته تلمني. اقعد في الشارع. هتنزلي؟ خايفه اموت. انت عارفه طبعا ان انا امرت سكينه انها تطردك. لا يمكن اقبل ان واحده غلطت غلطتك دي تخدم في الجراند اوتيل. لولا انها شرحت لي ظروفك ولولا ان واحده صاحبتي كلمتني من بره وطلبت مني اساعدها تتبنى طفل فكرت اعرض عليك العرض ده. بس على شرط. مفيش حد غيرنا يعرف الموضوع ده. ما تردديش الكلام ده حتى